السلام عليكم أرحب بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي فضائية العراق التربوية في درس جديد من دروس العلوم للصف الرابع الابتدائي وما زلنا مستمرين بالوحدة الرابعة وتناولنا منها الفصل الثامن وفيه الدرس الأول وهو التلوث وأنواعه التلوث وأنواعه وكما تعرفت في النشاط السابق وقمنا باداء نشاطنا ما هو وما هي ملوثات الماء ما هي ملوثات الماء وعملنا نشاطنا ولاحظنا انه ماء البركه لا يترشح من ورقه الترشيح لانه استنتجنا من خلال عملنا في استقصائنا انه ماء البركه يحتوي على الشوائب والاتربه والمواد العالقه مواد مختلفه في ماء البركه. بينما ماء الشرب لاحظنا صفاته أنه ماء عديم الطعام واللون والرائحة وقمنا بترشيحه من خلال ورقة الترشيح فلاحظنا أنه ينزل ويترشح بسهولة من ورقة الترشيح لأنه ماء صالح للشرب ماء صالح للشرب لا يحتوي لا لون ولا طعام ولا رائحة ووجهناكم لعمل استقصاء اخر من خلال عمل عينه نفس النشاط لعمل عينه من ماء النهر واستنتجنا ايضا انه ماء غير نقي وغير صالح للشرب لانه يحتوي على الكثير من المواد الضاره المواد الكيميائيه مثل الزيوت والمبيدات الزراعيه وغيرها من النفايات المختلفه. نفايات كيميائية مختلفة. وبدأنا بدرسنا وهو ما التلوث وما انواعه؟ حبايبي ما التلوث وما انواعه؟ وما تلوث البيئة بصورة عامة؟ إذا درسنا هو ما تلوث البيئة؟ وعرفنا انه التلوث هو اضافة مواد ضارة إلى البيئة تغير من خصائصها. التلوث هو اضافه مواد ضاره الى البيئه تغير من خصائصها ومن طبيعتها. فحبايبي عندما ممكن انه عندما تسير في الطرقات وفي في البيئه القريبه من منزلك او قريبه على المدرسه نلاحظ الكثير من النفايات نفايات صلبه وممكن انه سائله وايضا كذلك ايضا نفايات غازيه بعده حالات فالصلبه هي الكثير من القاذورات التي يرموها الاشخاص الغير مسؤولين يرموها الى على الرصيف او على الى جانب من الحاويه كلها سلوك خاطئ وغير مسؤول. وايضا من تلوث البيئه او او الوسائل الملوثه بالحاله الغازيه نلاحظ الدخان الدخان الكثير من ملوثات الهواء التي تاتي عن طريق عوادم السيارات ودخان المصانع وايضا من الدخان الناتج عن التدخين في الاماكن المغلقه وايضا هناك نفايات سائله ترمى في مياه النهر والمياه الجاريه تاتي من من البواخر ومن تطرح بعض مخلفات المشتقات النفطيه وغيرها ومخلفات او مياه الصرف الصحي كلها ترمى في مياه النهر وفي المياه الجاريه وكل هذه من ملوثات الماء. إذا حبايبي نريد أن نعرف ما أنواع التلوث للبيئة. نحن نعرف أعزائي أنه البيئة تقسم إلى اليابسة والماء وأيضا يحيط بها الهواء. إذا الملوثات تكون في اليابسة وهي التربة وفي الماء وفي الهواء. وكما نشاهد في المخطط على الشاشة أنواع تلوث البيئة، أنواع تلوث البيئة، تلوث التربة، تلوث التربة، وتلوث الماء، وتلوث الهواء، ثلاثة أنواع للتلوث، مخطط مخطط يوضح أنواع تلوث البيئة، كما تشاهدون تلوث التربة. وتلوث الماء وتلوث الهواء. ممكن ان ياتي سؤال ما انواع تلوث البيئه؟ تكون الاجابه بهذا الشكل تلوث التربه وتلوث الماء وتلوث الهواء. اذا ما المقصود بتلوث التربه؟ تلوث التربه ينتج عن اضافه مواد الى التربه، مواد ضاره الى التربه. تغير من خصائصها ومن طبيعتها. حبايبي الكثير من الملوثات للتربه كثير من النفايات التي يرميها الاشخاص على التربه تجعل منها مواد ضاره تؤثر على حياه الانسان والحيوان والنبات. مخلفات او الملوثات للتربه تضر بحياه الانسان والحيوان والنبات. وأيضا تلوث الماء مقصود به ينتج عن إضافة مواد ضارة إلى الماء تجعله غير صالح للشرب وغير صالح للاستعمالات الأخرى. حبايبي تلوث الماء ينتج عن إضافة مواد ضارة إلى الماء تجعله غير صالح للشرب وغير صالح للاستعمالات الأخرى. ترمى في الماء الكثير من النفايات عن طريق الصرف الصحي، وأيضا من السفن أنه ترمى فضلات المشتقات النفطية وكثير من المخلفات الضارة بمياه الأنهار وبالمياه الجارية، تجعل منها غير صالحة للشرب وغير صالحة للاستعمالات الأخرى. وتلوث الهواء ينتج عن إضافة مواد ضارة إلى الهواء. تجعله غير صالح ايضا وتغير من خصائصه اضافه مواد ضاره الى الهواء تغير من خصائصه ومن ملوثات الهواء كثيره مثل دخان وعوادم السيارات ودخان المصانع وايضا التدخين في الاماكن المغلقه كل هذه ملوثات للهواء وتضر الى امراض بالجهاز التنفسي للانسان وايضا تؤثر على حياه الحيوانات والنباتات الملوثات بالهواء تضر على الكائنات الحيه بانواعها. وشاهدنا الصور والاشكال امامنا ما تلوث الماء؟ عرفنا ان تلوث الماء هو اضافه مواد ضاره الى الماء تجعله غير صالح للشرب والاستعمالات الاخرى. وسؤال ما تلوث الهواء؟ كما تشاهدون في الصورة دخان المصانع هو وجود مواد ضارة في الهواء تجعله غير صالح تغير من خصائصه ويصبح غير صاح صالح للاستهلاك والاستعمال للكائنات الحية وتؤدي إلى أمراض مختلفة وبتلوث التربة ما تلوث التربة؟ هو اضافه مواد ضاره الى التربه تغير من خصائصها ومن طبيعتها. اذا بصوره عامه ما اسباب تلوث البيئه؟ للتلوث اسباب عده منها رمي النفايات وايضا حرقها قرب المناطق السكنيه وكثره عدد وسائل النقل والمصانع التي تطلق الدخان والابخره الضاره بالهواء. ومن أسئلة أفكر وأجيب الخاصة بالدرس ما أنواع تلوث البيئة، سؤال المقارنة أميز بين الملوثات الصلبة والملوثات السائلة. إذا حبايبي نعمل مخطط لنقارن بين الملوثات الصلبة والملوثات السائلة، كما تشاهدون في المخطط مخطط المقارنة للشبه والاختلاف. الشبه انه الملوثات كلاهما ملوث للبيئه والاختلاف انه الملوثات الصلبه يمكن رؤيتها بالعين المجرده مثل القناني واطارات السيارات والكثير من النفايات الصلبه. اما الملوثات السائله فهي الملوثات التي يصعب او يصعب ملاحظتها في بعض الاحيان لانه تكون ممزوجه مع الماء مثل مياه المجاري بعد ضخها في مجرى مياه الانهار واختلاطها به والكثير من الملوثات السائله مثل النفط ومشتقاته التي تطرح الى الانهار وتجعلها غير صالحه للاستعمالات والاستهلاكات البشريه والحيوانات اذا حبايبي الجواب يكون الملوثات الصلبه يمكن ملاحظتها بالعين المجرده مثل الاطارات والقناني وغيرها من النفايات الصلبه. اما الملوثات السائله فيصعب ملاحظتها ورؤيتها بالعين المجرده. مثل المياه التي او الملوثات التي تضخ الى الانهار مثل مياه الصرف الصحي، مياه المجاري وبعض المشتقات النفطيه. سؤال التفكير الناقد كيف اساعد على جعل مياه نهري دجله والفرات وشط العرب صالحه للشرب. كيف ممكن انه اساهم انه في جعل هذه مياه الانهار صالحه للشرب؟ بالتاكيد حبايبي عن طريق عدم رمي النفايات فيها، واذا اكو نفايات ممكن رفعها بمساعده الاهل والمعلمين من حافات الانهار. اجعل مياه نهري دجله والفرات صالح للشرب ومياه شط العرب. عن طريق انه عدم رمي النفايات وايضا ازاله النفايات بالتعاون مع الاهل والمعلمين بالمدرسه، النفايات الموجوده حول حافات الانهار. وممكن حبايبي نفتح الكتاب على صفحه 140 لاحظوا عنوان جديد، عنوان ما انواع التلوث الاخرى؟ ما انواع التلوث الاخرى؟ نريد أن نعرف هل هناك نوع أخر للتلوث؟ شاهدوا الصور شاهدوا الصور بالإضافة إلى العناوين، الصور المختلفة للدرس وأقرأ عليكم النص ما أنواع التلوث الأخرى؟ توجد أنواع أخرى من التلوث فضلا عن تلوث التربة والهواء والماء مثل التلوث الضوضائي، وهو الناتج عن الاصوات المرتفعة. التي تزعج الانسان عند سماعها. ويزداد التلوث الضوضائي يوما بعد يوم، خصوصا في المدن المزدحمة بالسكان. إذا حبايبي هناك نوع آخر من التلوث، وهو التلوث الضوضائي. التلوث الضوضائي، وهو نوع من أنواع التلوث الناتج عن الأصوات المرتفعة. التي تؤدي الى الازعاج للانسان والسبب يكون الناتج عن الازدحامات والكثافه السكانيه والاصوات العاليه المختلفه. ومن اسباب التلوث الضوضائي الاصوات العاليه الصادره من وسائط النقل المختلفه. كالسيارات والطائرات والقطارات والمصانع وكذلك عمليات البناء والانشاءات. والاجهزه المنزليه المختلفه مثل الراديو والتلفزيون والمسجلات وغيرها. وهي تضر بصحه الانسان وتسبب ضررا لحاسه السمع وازعاج لراحه الناس. اذا حبايبي النوع الاخر من التلوث هو التلوث الضوضائي. وممكن ان نعرف او نطور مفرده التلوث الضوضائي. وهو نوع من انواع التلوث الناتج عن الاصوات العالية والذي يسبب الاذى لحاسة السمع للانسان وسببه يكون الاصوات العالية الناتجة عن الازدحام او الكثافات السكانية وايضا الاصوات العالية من اصوات وسائل النقل كالسيارات والطائرات وايضا عمليات البناء والانشاءات والكثير من الاجهزه المنزليه التي تؤدي الى ازعاج حاسه السمع. وايضا لهذا التلوث التلوث الضوضائي اثر وهو اثر نفسي على صحه الانسان. ما اثر التلوث الضوضائي على الانسان؟ انه له اثر نفسي ويسبب الازعاج للانسان. اذا حبايبي نستخلص من الناس توجد انواع اخرى من التلوث وهو التلوث الضوضائي وايضا تلوث اخر هو التلوث النظري التلوث الضوضائي والتلوث النظري والتلوث الضوضائي هو حدوث اصوات عاليه تسبب الاذى لسامعيه التلوث الضوضائي هو حدوث اصوات عاليه تسبب الاذى لسامعيه وممكن من مصادر التلوث الضوضائي او السمعي السبب ابواق وسائط النقل والات ومكائن ومعدات البناء والانشاءات. اذا ما اسباب التلوث الضوضائي؟ السبب هو ابواق السيارات ووسائط النقل والات ومعدات البناء والانشاءات. وايضا من اثر التلوث السمعي على الانسان تؤذي طبلة الاذن وتسبب القلق والازعاج النفسي اذا ما اثر التلوث هذا هذا النوع من الضوضاء على الانسان انه له اثر اثر نفسي يسبب الازعاج وايضا يؤذي طبلة الاذن التلوث الضوضائي يؤذي الاذن ويسبب الازعاج والقلق النفسي. حبايبي وإذا رأينا بعض الأشخاص الذين يرفعون أصوات المسجلات لسياراتهم في الشوارع هل هذه الظاهرة صحيحة؟ إنها ظاهرة غير مقبولة وغير حضارية هذا تصرف خاطئ أنه رفع أصوات المسجلات للسيارات ظاهرة غير حضارية وغير مقبولة وأيضا هي تصرف خاطئ وممكن أنه نقرأ الصورة وباستعمال الصور باستعمال الصور والاشكال سؤال شاهدوا الصور حبايبي ما نوع التلوث الذي يظهر في الصورة نشاهد هذه الصورة استعمال ابواق السيارات وهنا استعمال الات البناء والانشاءات والحفر فهو نوع من انواع التلوث الضوضائي تلوث ضوضائي والسؤال ما أسباب التلوث الضوضائي؟ الجواب هو أصوات أبواق السيارات والمكائن الثقيلة كما تشاهدون أبواق السيارات وآلات ومكائن ثقيلة ونعمل سبب مخطط ما سبب ونتيجة مخطط السبب والنتيجة السبب انه الاصوات العالية الصادرة من وسائط النقل كالسيارات والطائرات والقطارات والمصانع وعمليات البناء والانشاءات والاجهزة المنزلية المختلفة كالراديو والتلفزيون والمسجلات وغيرها هذه تؤدي النتيجة الى تلوث ضوضائي يؤذي طبلة الاذن ويسبب الازعاج ويسبب القلق النفسي. يؤدي هذه الاسباب تؤدي إلى نتيجة للتلوث الضوضائي الذي يؤذي الأذن ويسبب الإزعاج والقلق النفسي. حبايبي نعرف التلوث الضوضائي، نطور مفردة التلوث الضوضائي هو التلوث الناتج عن الأصوات المرتفعة التي تزعج الإنسان عند سماعها وتسبب أضرار في حاسة السمع. التلوث الضوضائي هو نوع من أنواع التلوث الناتج عن الأصوات المرتفعة والتي تزعج الإنسان عند سماعها وتسبب أضرار في حاسة السمع. مفردة التلوث الضوضائي مفردة مهمة ونطورها أنه التلوث الناتج عن الأصوات المرتفعة التي تزعج الإنسان عند سماعها وتسبب أضرار في حاسة السمع. وحبايبي نقرا اسئله فكر واجيب سؤال المقارنه بماذا يتميز التلوث الضوضائي عن تلوث الهواء نعمل مخطط المقارنه بين التلوث الضوضائي وتلوث الهواء الشبه بالمخطط بين نوعين من التلوث انه كلاهما تلوث التلوث الضوضائي وتلوث الهواء كلاهما تلوث لكن الاختلاف التلوث الضوضائي له اثر نفسي. التلوث الضوضائي له اثر نفسي. اما تلوث الهواء تلوث مادي اي وجود مواد ضاره بالهواء وجود مواد ضاره بالهواء. هذا الاختلاف بين النوعين من التلوث. وسؤال التفكير الناقد لماذا يضع عمال المكائن الاغطيه واقيه على اذانهم؟ الجواب للتقليل من أثر الأصوات العالية المزعجة التي تؤثر على طبلة الأذن عمال البناء يضعون الواقيات على الأذن لكي لا تؤثر على طبلة الأذن حبايبي نملأ ما تعلمنا في هذا الدرس في جدول التعلم في عامود ماذا تعلمت سؤالنا كان ما أنواع تلوث البيئة التلوث ثلاثة أنواع، تلوث التربة والهواء والماء. وسؤال ما أثر التلوث؟ ما أثر التلوث على الكائنات؟ يؤثر على مكونات البيئة الحية كالإنسان والحيوان والنبات ويؤدي إلى تغيير المكونات الغير حية كالهواء والماء والتربة ويسبب أضرار مختلفة للكائنات الأخرى. وأيضا نجيب على أسئلة مراجعة الدرس أسئلة مراجعة الدرس ما أنواع التلوث؟ تلوث التربة والماء والهواء، والسؤال ما أنواع التلوث الذي يجعل الماء غير صالح للشرب؟ هو تلوث الماء، وسؤال آخر ماذا يسمى التغيير في مكونات البيئة ويسبب تغيير في خصائصها؟ يسمى تلوث البيئة. وسؤال المقارنة: أوجه التشابه والاختلاف بين تلوث الماء وتلوث الهواء. نعمل مخطط، مخطط المقارنة بين تلوث الماء وتلوث الهواء. تلوث الماء يمكن ملاحظته، وينقل الماء الملوثات إلى مكان آخر ببطء. بينما تلوث الهواء ينقل الهواء الملوثات إلى مكان آخر، وأيضاً يمكن ملاحظته. وكلاهما ايضا التشابه كلاهما تلوث يسبب الضرر للكائنات الحيه. والسؤال الخامس التفكير الناقد، لماذا يعد تلوث الهواء من اخطر انواع التلوث؟ الجواب لانه لسرعه حركه الهواء وانتقاله بالملوثات من مكان لاخر وصعوبه الكشف عنها. السؤال السادس يتسبب تلوث الهواء عن استعمال الاسمده ام حرق الوقود ام طرح النفايات ام الاصوات الخافته الجواب هو عن طريق حرق الوقود يسبب تلوث الهواء والسؤال سبعة كل مما يأتي من أسباب التلوث ما عدا رمي النفايات أم حرق النفايات أم استعمال المبيدات الكيميائية بكثرة أم زراعة الأشجار الجواب أنه عدم المسببات زراعة الأشجار لا تسبب تلوث للبيئة. وحبايبي أطرح عليكم بعض الأسئلة المهمة لهذا الدرس، وعليكم أن تدونوها وتجيبوا عليها في منازلكم. سؤال طور المفردات التلوث، وتلوث التربة، وتلوث الماء، وتلوث الهواء. وسؤال لماذا ظهرت مشكلة تلوث البيئة؟ لماذا ظهرت مشكلة تلوث البيئة؟ هناك أكيد عدة أسباب لتلوث البيئة منها السلوك الغير مسؤول للإنسان. وسؤال ما أنواع التلوث؟ تعددون أنواع التلوث. سؤال ما أسباب تلوث البيئة؟ مسببات تلوث البيئة بصورة عامة بثلاثة أنواعها. سؤال هل هناك أنواع أخرى للتلوث؟ عرفنا انه تلوث البيئة ثلاثة انواع تلوث الماء والتربة والهواء لكن هل هناك انواع اخرى للتلوث؟ كما تذكرون سؤال ما التلوث الضوضائي؟ اذا هناك حبايبي نوع اخر من التلوث وهو التلوث الضوضائي ما هو التلوث الضوضائي؟ وسؤال ما مصادر التلوث الضوضائي او السمعي؟ ما مسببات التلوث الضوضائي او السمعي؟ وايضا قارن بين التلوث الضوضائي وتلوث الهواء نريد مقارنه مخطط بين التلوث الضوضائي وتلوث الهواء حبايبي هذا كل ما يشمل درسنا لهذا اليوم عن انواع تلوث البيئه عرفنا ان التلوث هو اضافه مواد ضاره الى البيئه تغير من خصائصها ومن طبيعتها وتعرفنا على انواع التلوث وقلنا هناك ثلاثه انواع للتلوث تلوث التربه وتلوث بالماء وتلوث الهواء ومن مسببات تلوث التربه رمي النفايات الصلبه والقاذورات في الطرقات وفي القرب من المنازل وحرق النفايات ومن مسببات النوع الثاني وهو تلوث الماء مسبباته رمي النفايات الناتجه عن الصرف الصحي وبعض المشتقات النفطيه من السفن والبواخر واما التلوث الثالث وهو تلوث الهواء وهو اضافه مواد الى الهواء تجعله وتغير من خصائصه ومن طبيعته وتجعله غير صالح ل التنفس ويسبب أمراض للإنسان وللجهاز التنفسي والكائنات الحية بصورة عامة وعرفنا أن هناك نوع آخر من التلوث وهو التلوث الضوضائي الناتج عن الأصوات العالية التي تؤذي حاسة السمع ولها أثر نفسي على على وتسبب الإزعاج للإنسان حبايبي هذا كل ما يشمل درسنا لهذا اليوم عن التلوث وانواعه ارجو لكم الاستفاده وامل لكم التوفيق والى لقاء اخر ان شاء الله